أنا مستغرب إن هو لسه عايش. خلينا نشوف، يمكن نجي من الحادثة. كله هيبان. المهم نوصل الديسك باشا. أهلا. أهلا يوسف باشا. شرفت. أهلا وسهلا. أهلا يا أهلا. اتفضلوا وصليهم. أهلا. أهلا دكتور طارق. أهلا وسهلا. دلوقتي اللي أنت هتقابله ده الدكتور عادل جاد. أهلا دكتور عادل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشنا يا رب. الله يخليك. إيه أخبار الشغل؟ الحمد لله. يا ترى توفقت في السفرية دي؟ الحمد لله الحمد لله، كانت سفرية حلوة أوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه ده، أنت كنت مسافر ولا إيه؟ ما بتقولش. يا بني آدم ركز في الكلام اللي بقوله لك، وصاحبك ده بعيده عنك. صاحبي؟ أنت بتعمل إيه؟ مفيش خالص، حاجة. في إيه؟ طب عيش بقى، لف لك لفة كده. يا ابني لف لفه في الحفله، انت بتلف حواليا. طيب قول كده. هلو. هاي. هلو. ويلكم. ما تقلقش، يوسف بيه ظروفه وحشة قوي وهيقبل أي عرض يتعرض عليه، ودي بقى مهمتك وهخلصها لك بطريقتي. عارف يا كريم، لو ده حصل هتبقى صفقة كبيرة قوي تستاهل عليها أي عمولة تطلبها. تعرفي إنك وحشتيني؟ بقول لك إيه؟ ما تتكلمش على السفرية خالص. ما هم اللي بيسألوني أعمل إيه؟ قول كلمتين مش أكتر. هايلة، الحمد لله. إزيك؟ اهلا وسهلا. حشتيني ازيك؟ طب ماشي، هقول هايله الحمد لله، انما ايه اهلا وسهلا؟ دي مش ليك، دي واحده كانت بتسلم عليا كانت هتكسر عظمي، وبعدين بطل تبص على البنات. اكسكيوز مي. يس. اي لايك يور دريس. شكرا. شكرا. اتكلم عربي. اللي بتعمله ده غلط، لان في مؤتمر مكافحه التدخين العلم اثبت ان التدخين مدمر جدا للصحه، وعدد الوفيات في السنه بسبب التدخين حوالي 1,000,000 نسمة. ايوه صح، في المؤتمر الاخير اللي انعقد في جنيف اثبت ان النيكوتين له اضرار خطيره جدا على خلايا الاعصاب. لا ومش كده وبس، ده اثبت ان له تاثير ضار على كروموسومات الخلايا الليمفاويه. بس أنا ليا رأي لو حضراتكم عايزين تسمعوه يعني. اتفضل. أنا أعتقد أن التدخين أيضاً. أنت رحت فين؟ ألو؟ رامي؟ أنا هنا. أنت مجنون؟ أنت إيه اللي بتعمله ده؟ تعرفي النهاردة إن شعرك جميل أوي. الله، أول مرة أشوف عينيكي من قريب، لونهم إيه؟ بطل وروح شوف الضيوف. يلا. الله، في واحدة حلوة قوي جاية هناك. دكتور جمال. ايه دي؟ دي شكلها كان تعرف دكتور جمال كويس. جاريهم وانا اروح اشوف عمي. ها؟ طيب. اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني قوي. اهلا دكتور جمال. اهلا وسهلا. يعني لا حس ولا خبر. مش تطمنا على اخبارك؟ كويس. سيجار؟ اوكي. شكرا. نورة. I'm sorry. I'm آسف. I'm awfully sorry. It's okay. It's okay. متر جاكيتة البيلة. لا معلش، بسيطة بسيطة. دكتور جمال، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اللي قدامك ده اسمه مجدي، واللي معدي اسمه علينا، وتكرم الناس ديت قوي. حضرتك انا شو انت؟ انا الدكتور حسن. دكتور حسن بدور عليك. وانا كمان بدور عليك يا راجل. حاضر. هشوفك تاني؟ اكيد حالة تاني. اهلا دكتور مجدي. اهلا بيك. منورة علينا. ده نورك. تعرف انك وحشتيني قوي؟ وانت اكتر. قايلة لوحدها خالص.
ايه يا بروفيسور؟ انت مش هتولع ايه؟ لا اصلا انا بصراحه اقتنعت برايكم وان التدخين ضار جدا بالصحه. ممكن توزعوها مع بعض بقى كل واحد 3 4. شكرا. سلام. ميرسي يا دكتور حسن انك انقذت رامي في اخر لحظه. لا ابدا، انا حسيت ان هو في مشكله فقلت اساعد. ما هو مجدي بدري ده من ضمن اللي عاملين لنا مشكله. اصله صاحب الصفقه اللي تمت بره مصر مع جمال ابني وبعت لنا انذار بيطالب بالشرط الجزائي. انا عايزك تخلي بالك كويس. انت شاكك انه مش جمال؟ من كلامه معايا. وبعدين دكتور جمال ما كانش بيدخن وبيغلط في الكلام، مره يغلط ويقول لي يا دكتور والمره الثانيه يقول لي يا استاذ مجدي. بس ده عادي جدا، ممكن تحصل لما ننشغله بالناس. في حاجه مش طبيعي بتحصل. سيبك من الحكايه دي. المهم نوصل لمكان الديسك وانا هعرف بطريقتي. يا ريت ما يطلعش جمال. مش فاهمه ازاي تفوتك حاجه زي كده. لو ما طلعش جمال ناخده لحسابنا. اليوم التالت. كنت اتوقع الفشل للبديل رامي، ولكن ادى. حضرتك غيرت هدومك ليه؟ وحشتني قوي، رايح اشوفه. طب انا هغير هدومي واجي معاك. لا خليكي انتي عشان الاولاد. انا مش هتاخر. صباح الخير. ما تمنعلي. بلاش احسن.